وحول استمرار استهداف الناشطين في المحافظات العراقية من قبل الميليشيا والقوات الحكومية، وحول جهوزية المتظاهرين لبدء الموجة الثانية من تظاهرات ثورة تشرين، ينضم إلينا الناشط عادل علي، الناشط في التظاهرات. سيد عادل، يعني المتظاهرون في الناصرية طالبوا بإطلاق سراح الناشط سجاد علي الذي اختطفته الميليشيات. ماذا يعني استمرار الميليشيات بعمليات الاختطاف والاغتيال بحق الناشطين؟ قضية الميليشيات أصبحت هي جزء من الحقيقة، هي كل المشكلة بخصوص مشاكل العراق، الأزمة اللي يعيشها العراق إلى فعل إلى ضياع إلى آخره. فالميليشيات أصبحت هي الذراع أو الرمح الجارح بيت هذه الأحزاب الفاسدة. فمن الطبيعي أن تتحرك ميليشيات هذه الذراع، هذه الضباع عن الحقيقة سميها، لأنه حتى الميليشيات هي موش ميليشيات، هي أطراف معينة قاتل من أجل قضية، بس هؤلاء ليس ميليشيات، هذه ضباع محل عميل يعني قوية تقدم خدمات لأطراف خارجية وعراقية، وبالتالي خلينا نسميهم الضباع المحلية أفضل مما نسميهم ميليشيات ونعطيهم هذا الامتياز. هذه الميليشيات من طبيعي مثل تكون تجاه المتظاهرين قاسية لحد التوحش، باعتبار انه اي حراك مدني، نعم، اي حراك وطني، نعم. سيد عادل، الى اي مدى ساهمت الحكومة بتعزيز سطوة الميليشيات في عملياتها من الاختطاف والقتل بحق الناشطين؟ ما فهم شوي، تقطع الصوت، تقصد الحكومة نعم، الى اي مدى ساهمت الحكومة في تعزيز سطوة الميليشيات في قتل واختطاف الناشطين؟ الحقيقة الحكومة اللي بدأت من 2003 لليوم، بالبداية أنا أتذكر كل زين وحد التصريحات للمالك لازم تسوي جيش عقائدي، ما عنده ثقة بالجيش العراقي، فهي الميليشيات هي تاج طبيعي هذه الأحزاب، حتى تحمي نفسها، حتى تحمي مصالحها، حتى تحمي أجنداتها الخارجية وإلى آخره. لازم تبني هاي الميليشيات أو الضباع المحلية، ونجحت لسنين طويلة، نجحت وهي لكل شيء إلى عمر، كل أي مخلوق إلى فترة محددة وينقرض. الميليشيات أو الضباع المحلية الموجودة بالعراق بدأت تاكل نفسها. نعم. الحكومات مثل اللي هذه الضباع. نعم. سيد عادل، ماذا عن مصير آلاف المعتقلين حاليا في سجون الميليشيات؟ يعني ما الذي يؤخر من بعثة الأمم المتحدة في العراق من الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي للتحرك نحو هذا الملف الإنساني؟ يعني قضية الاختطاف وغيرها مرة حكيت وجوز وياكم مزارع خارج بغداد ومعروضة، يعني حتى أبسط طفل عراقي يعرفها، بس القضية تكمن الوصول إليه. هذا مجاميع من المزارع خارج بغداد، ويصير بها تنقل بحيث أنت إذا توصل لأي مزرعة من المحتمل تلقاها طارقة لفتة إلى مزرعة أخرى، هي مزارع للقتل، مزارع للتصفيات، مزارع للتضييق، يعني كلش طبيعي أن يعني أن يختفي مجموع المحتصمين أو الشطير. إحنا نعم. سيد عادل، سيد عادل علي الناشط في التظاهرات كان معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك.